أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة صحفية في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية نستهلها بأبرز العناوين. من الأهرام تصاعد الرفض الدولي لاتفاقية السراج وتركيا. ومن الخليج رصاص مجهول يقتل متظاهرين في بغداد. ومن صحيفة الجارديان البريطانية تصاعد الخلاف بين إيران والغرب. مشاركة الآلاف في تظاهرات فرنسا وشلل حركة النقل العام ألقت بظلالها على عناوين الصحف وهي الملف الأبرز في جولتنا، والبداية بصحيفة التايمز البريطانية. فوضى قطاع النقل في فرنسا تتسبب في نقص عدد العاملين في المدارس والمستشفيات. فرنسا تصاب بحالة من الشلل، معلمون وأطباء وأفراد شرطة ورجال إطفاء ينضمون إلى الإضراب. ومن الخليج التظاهرات الغاضبة تجذب مليون متظاهر. فوضى في حركة النقل بفرنسا في ثاني أيام الإضراب. من الشروق لليوم الثاني إضراب عام يشل فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. ومن صحيفة لو فيجارو الفرنسية رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يؤكد أن موجة إضرابات في القطاع العام على مستوى البلاد لن تضعف همته في إصلاح نظام معاشات التقاعد. من المصري اليوم احتجاجات المعاشات تشل فرنسا، إلغاء 90% من رحلات القطارات و30% من الرحلات الجوية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائفة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ جمال بعد التحية، من خلال قراءتك لصحف اليوم ومتابعتك لاستمرار الإضراب في فرنسا، هل لك أن تلقي لنا مزيدا من الضوء على أبرز ما تناولته الصحافة حول هذا الملف؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. يمكن كلما أراد يعني فرنسا إجراء أي من الإصلاحات الاقتصادية وجه هذا بموجة عارمة من الغضب. نتحدث عن عام على السلطات الصفراء التي انطلقت بعد أيضا أزمة خاصة بأسعار أو تحريك أسعار الوقود، والآن نتحدث أيضا عن إعادة هيكلة لمنظومة المعاشات تفجر الغضب في الداخل الفرنسي. فالحقيقة أن هذا الغضب ليس وليد اليوم، و أيضا هو كان يكمن تحت الرماد طوال الفترات الماضية. نتحدث أن في عام 1995 حاولت أيضا حكومة الرئيس السابق جاك شراك يعني تعديل هذه المنظومة، ولكن أيضا قبل الأمر بسخط شعبي وأيضا بإضرابات وإلى ذلك، وتراجع جاك شراك عن هذا الأمر، وظل الأمر دون تحريك حتى عام 2003 اللي شهد أول تحريك بسيط في هذه المنظومة. ثم جرى إصلاح آخر في 2010 وإصلاح ثالث كان في 2014، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في طلب يعني الغاضبين في استمرار العدالة وعدم تحقيق المساواة. بمعنى أن هناك 42 نظام للمعاشات في فرنسا، كل من هذه الأنظمة يتوافق مع طبيعة العمل الخاصة الموظفين في كافة القطاعات. يعني هناك نظام معاشات خاص بالقطارات ووسائل النقل يتوافق مع عملهم في العطلات الرسمية، يتوافق مع طبيعة العمل الشاقة، وأيضا يحدد سن الخروج من الخدمة مثلا عند سن 50 وإلى ذلك. وبالتالي تسوية أو جعل 42 نظام في نظام واحد متساوي من حيث الحقوق والواجبات، هو يراه العاملون في فرنسا أنه نظام يظلم أصحاب الأعمال الشاقة. وأيضا فكرة تحصيل المعاش بناء على ما يدفعه المستخدم أو الموظف طوال فترة عمله أيضا يراها العاملون أنها أيضا ظلم بين. خلينا نقول أن مساهمة الحكومة في نظام المعاشات الخاص بالقطارات فقط يكلفها أكثر من 8 مليارات يورو. فرنسا تريد تخفيف الأعباء على ميزانيتها، تريد
أن تتخلص من هذا الإرث الثقيل الخاص ب 42 نظام معاشات هي تدعم الكثير منها، والنقابات العمالية في الحقيقة تدافع عنها عن هذه الأنظمة طوال الوقت. إذن نحن نتحدث عن أمر يعني أصبح بديهي لدى النقابات العمالية، تريد الحكومة الآن زعزحته أو تغييره بشكل جذري. وأعتقد أن كان على الحكومة الفرنسية تحريكه نسبيا، يعني الخطوات التي حدثت منذ 2003 إلى 2014 كانت مقبولة لأنها تحركات نسبية، ولكن ما يحدث الآن هو تحرك جذري يرفضه العاملون ونقاباتهم. وبالتالي أعتقد أن على فرنسا أن تجد سبيل آخر للمخرج، وأن تجد سبل يعني تأمينية خاصة بأصحاب المهن الشاقة تحديدا، لأنهم الأبرز في هذا الإضراب. هنجد أن من يظهرون في هذا الإضراب هم أصحاب القطارات والمترو ووسائل النقل وعمال البناء وإلى ذلك، لأنهم بالفعل يحتاجون إلى نظام تأميني خاص. تمام. طيب أستاذ جمال، هل تتوقع أو هل هناك مؤشرات عن تراجع الحكومة الفرنسية عن محاولتها لإصلاح أو تغيير نظام المعاشات في فرنسا؟ هذا ما يزيد اشعال الشارع الآن، لأن وزير الوزراء الفرنسي خرج في تصريحات قال أن الحكومة الفرنسية عازمة على تنفيذ هذه القرارات أو هذا النظام الشامل الذي يساوي بين كافة العاملين في فرنسا. وأعتقد أن هذا الأسلوب أيضا لن يفلح مع العمال في فرنسا، خصوصا أن هذا النمط من التصادم بين المسؤولين الحكوميين وبين الشعب قد فشل في السترات أو فيما عرف به موجة السترات الصفراء. وبالتالي كان أيضا على المسؤولين الحكوميين أن يمتصوا غضب الشارع. أعتقد أن يجب أن يكون هناك وساطة من قبل النقابات العمالية وبين الحكومة، ولا يكون هناك حديث مباشر ما بين الموظف المسؤولين الحكوميين والعمال مباشرة، لأن هذا يثير الغضب أكثر. ولكن إذا كان هناك أنواع التفاوض ما بين المسؤولين النقابيين وبين الحكومة في دوائر نقاشية حتى يخرجوا من هذا المأزق، أعتقد أن هذا سوف يفيد الأزمة. ولكن الحديث بهذا النمط بشكل مباشر يثير الغضب أكثر من قبل العمال. شكرا لك أستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، كنت معنا عبر الهاتف. إلى عناوين الصحافة المحلية، ونبدأ من الأهرام. تصاعد الرفض الدولي للاتفاقية البحرية بين حكومة السراج وتركيا. مصر: الاتفاق يعقد الوضع. رئيس البرلمان يختتم زيارته لجنوب السودان بلقاء وزيرة الخارجية وتفقد العيادة المصرية بجوبا. امتحان أولى ثانوي في 11 من يناير ورقيا. ومن الجمهورية: مصر تقود التكامل الاقتصادي بالقارة السمراء. المالية معيار جديد لقياس موازنات الدول الإفريقية وتعظيم الموارد. مجلس الوزراء يؤكد لا زيادة في تذاكر القطارات، وأموال الأوقاف لا علاقة لها بمشروعات العاصمة الإدارية. ومن الشروق: رئيس الوزراء يقول 55 ألف شكوى وطلب واستغاثة للمنظومة الحكومية خلال نوفمبر. وزارة التضامن والإسكان الأعلى استقبالا للشكاوى وتعامل معها. ومن أخبار اليوم: أول منتدى للسلام والتنمية يبدأ بأسوان الأربعاء القادم. الإسكان تطلق تطبيقا إلكترونيا للتواصل مع المواطنين والمستثمرين. برامج لتأهيل الشباب على الوظائف الحديثة حتى 2050. ونتحول إلى الصحف العربية، ونطالع من صحيفة الخليج الإماراتية. رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك يؤكد تقدم محادثات شطب السودان من لائحة الإرهاب. رصاص مجهول يقتل المتظاهرين في بغداد. عقوبات أمريكية على قياديين في الحشد، والسيستاني يرفض التدخل الخارجي. ومن الشرق الأوسط اللندنية: هيئة كبار العلماء تدين إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية. أزمة تفاهم السراج مع تركيا تتفاقم، واليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ومن الوطن السعودية، الكونغرس الأمريكي يتبنى أولى العقوبات على أنقرة بسبب غزو سوريا وتشغيل منظومة صواريخ S-400 الروسية. وفد فلسطيني يبحث معاناة اللاجئين مع الأونروا. ومن صحيفة القدس الفلسطينية، إنشاءات إسرائيلية لإقامة سياج مقابل المنطقة الحدودية اللبنانية. الحريري يطلب دعما ماليا من دول أجنبية وعربية. واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط لمواجهة إيران. ننتقل إلى الصحف العالمية، ومن صحيفة غارديان البريطانية، تصاعد الخلاف بين إيران والغرب والقوى الأوروبية. تطالب إيران بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي. باريس تعلن تضامنها مع برلين بعد طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا. ومن صحيفة لوموند الفرنسية، رغم الإضراب العام، الحكومة الفرنسية تؤكد عزمها تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد. سعودي يقتل 3 أشخاص في قاعدة بحرية أمريكية، والخارجية السعودية تندد. البيت الأبيض يرفض المشاركة في تحقيق عزل دونالد ترامب. ومن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، النواب الأمريكيون يطالبون الرئيس دونالد ترامب بالالتزام بحل الدولتين في الشرق الأوسط. واشنطن، الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة قرب طرابلس الليبية. ومن صحيفة البايس الإسبانية، الخارجية الأمريكية، إيران قد تكون مسؤولة عن هجوم على قاعدة بلد الجوية بالعراق. مقتل 11 من عناصر الشرطة الأفغانية في اشتباك مع طالبان بإقليم قندوز. ولمزيد من المتابعة للأوضاع في سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من سوريا الأستاذ يعرب خيربيك، رئيس تحرير صحيفة صوت البلد السورية. أستاذ يعرب خيربيك، أهلا بك أولا. أهلا بك، تحياتي لكم ولجميع مشاهديكم. بعد متابعتك لصحيفة أو لصحف اليوم والمتابعة الراهنة للأوضاع، هل لك أن تطلعنا أكثر على أبرز الموضوعات والعناوين الموجودة بصحف اليوم لإلقاء المزيد من الضوء حول المشهد السوري؟ نعم، بداية سأنطلق من سانا الرسمية، موقع رسمي للدولة السورية، والذي تحدث عن تقدم الجيش السوري في المناطق المحيطة بمدينة إدلب، وخصوصا في الريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى زيادة المواقع التي يسيطر عليها الجيش في المناطق المحيطة بمناطق النفطية، ولكن على بعد عنها في شرق سوريا أو ما كان يسمى بشرق الفرات. عودة إلى جريدة المستقلة، في جريدة الوطن، وأنباء أيضا عن عمليات أخرى وتقدم الأهم الذي تم بالحصول على محطة تشرين في منطقة الثورة، وهي أكبر محطة كهربائية، والكل يعرف النقص الكبير في الطاقة الكهربائية اليوم في عدة طاقات، خصوصا ما تعاني سوريا من الحصار. عودة إلى جريدة صوت البلد، الحديث الأهم الذي كان هو عمليات التي انفجرت، حيث تم استهداف عدة ناقلات نفط وحاول تهريب النفط من شرق الفرات في سوريا، إضافة إلى استهداف مدرعتين تركيتين وهجوم أيضا من مجهولين على أحد القواعد العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي، وطبعا كلها مجهولي المصدر، ولكن هناك حديث شائع يعني أن هذه العمليات هي قد تعتبر عمليات مقاومة في المنطقة. أخيرا، على المزاج الشعبي، كان هناك أيضا حديث في صوت البلد عن الارتياح الشعبي، خصوصا بالنسبة لما تم الحديث به من السفارة الإماراتية التفت بعيد الوطني في سوريا، وتحدثت عن أملها بعودة الأمان بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد. أضيفت إليها أيضا كلام الرئيس السيسي الذي
رفض الاعتداء التركي وأكد بأنه لا يقبل بهذا الاعتداء وتقديم شكوى من قبل مصر أممية ضد هذا الاعتداء على أراضي الجمهورية العربية السورية ودعوى قضائية داخل مصر أيضا. هذا كله قرأه المزاج العربي بأنه قد يكون أبواب مواربة مفتوحة لانفتاح عربي ربما ليس قريبا ولكنه أقرب من الماضي، إضافة إلى أن هناك ضرورات تحتم على كل عرب الاجتماع في محاربة الإخوان المسلمين خصوصا حصار تركيا وقطر. يعني هذا أهم يمكن الحديث به خلال الأسبوع الماضي. تحياتي لك. شكرا لك أستاذ يعرب خير بك، رئيس تحرير صحيفة صوت البلد السورية، كنت معنا عبر سكايب من سوريا. الصور أكثر تعبيرا من الكلمات، ومن أبرز الصور في صحف اليوم: وننتقل إلى أبرز التصريحات في صحف اليوم، والبداية من صحيفة الفايس الإسبانية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأنباء التي تحدثت عن وجود مرتزقة روس في ليبيا شائعات كاذبة. من أخبار اليوم، وزير الخارجية سامح شكري: على حكومة السراج الالتزام باتفاق صخيرات أو فقد شرعيتها. إلى جريدة الخليج، وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجوبير: إنهاء الأزمة الخليجية مرهون بخطوات الدوحة. إلى جريدة لوموند، وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان: آمل بأن نتمكن من إطلاق السيادة الرقمية الأوروبية في العام 2020. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من الشرق الأوسط اللندنية: بريطانية تعود للحياة بعد توقف القلب 6 ساعات، حيث أكدت أودري شومان أن ما حدث لها معجزة بعد أن توقف قلبها عن النبض لمدة 6 ساعات كاملة أثناء تعرضها لعاصفة ثلجية بجبال البرانس. وفي المستشفى صارع الأطباء موتها بوضعها على أجهزة الإنعاش بالرغم من وصول درجة حرارتها إلى 18 درجة مئوية، إلا أن أجهزة الجسم استجابت وعاد القلب للنبض. وذكر صحيفة مصر اليوم أن روبوتا يتحلى بالذكاء الاصطناعي ومزودا بمجسمات صوتية تستشعر الانفعالات قد توجه إلى محطة الفضاء الدولية. وسيمون 2، وهو روبوت مزود بميكروفونات وكاميرات ومجموعة من البرامج تمكنه من تمييز المشاعر الإنسانية، ويهدف إلى إيجاد رفيق حقيقي لرائد الفضاء، حيث سيحاول أن يفهم ما إذا كان حزينا أم مبتهجا، مما سيجعله أكثر تفاعلا مع أفراد الطاقم، ويمكنه من تحديد المخاطر على صحة رواد الفضاء النفسية. والآن وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير اليوم في صحف اليوم.
إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.